السلام عليكم. هذيك الدريه كتبقى بنت خويا وجا مشات هي خلاها خويا مشى باش يخدم وخلى لها المصاريف ديالها كلشي وخلى لها 26000 ريال ولقيت دوز خويا مده ديال 6 ايام لقيت خويا اللي رجع للدار لقات تحولات مشى تقرع عليهم ضربوه هو بالموس وضربوا راسه وضربوا السنان كلهم كيتحركوا ليه. شكون اللي ضربوا هذا؟ ضربوا هذاك صح العشق ديال الام ديالها ديال ام هاجر. من اللي جا عندي انا خويا ما لقانيش خلى لي التليفون عند مول الحانوت قال لي واحد خوك هكاين وهكاين هزيتو انا مشيت للجندرم الدرك الملكي ديال القليعه قالوا لي هذيك البلاصه تابعه لبويكرا توجهت للبريغاد ديال بويكرا قلت لهم اوتي كيفاش وكيفاش راه كاينين ثلاثه الدار كاينين ثلاثه الدري صغار اللي وقع عليهم شي مشكل وكاين رضيع وكاين هادي خويا وقع عليهم مضرب طلب مني لجدان ديال بويكرا قال لي باش تعطيني لاكارت والكارت قلت له اوتي لاكارت والكارت راهم كاينين في البلاد الكارت ديالهم باقيين في المحكمه يلاه دير الرجوع. شحال سميتو هاد السيده عايشه مع صاحبها وعلاش ما نعرف تقريبا غتكون المده ديال شي 20 يوم هكاك انه خويا تخلى عليها غير مده 8 مشى باش يخدم وخلى لها 26000 ريال وخلى لها المصاريف ديالها ومشات هي جابت صاحبها تحولات معها لدار اخرى وخلات خويا بلا ماوى خلاته بلا فراش بلا حوايج بلا والو. ومن اللي مشيت انا لعندو داكشي عاودت ليهم قلت لها ودي الجندرم معاك كيفاش قالوا لي ضروري خصك تجيب لنا الكارت ولا كارت قلت لها ودي السيد هو مضرب بالموس كتشوفوا فيه وعندو ثلاثه الدراري وجاري عليه وتيقول ولادي قال لي احنا ما يمكنش لينا مشى للسبيطار باش ندير لي شهاده طبيه قال لي الطبيب ما يمكنش ليا ندير لك شهاده طبيه انا ماشي يمكن لي باش عرفتك انت هو احمد قلت له بلا ما تعرفوا احمد راه هو اللي مضروب قال لي لا جا المهم بقيت انا كنعيط لامها يوميا فلانه جي الدراري غيوقعوا في المشاكل. ملي جات عندي ما نهار الجمعه ما كانت شاده ليهم الكاغط وشاده لاكارت الخويا ما بغاتش تعطيهم ليهم شاده ليهم كاغط ولاكارت الرميد ما عندهاش حق اصلا هي تشد الوراق ما عندهاش الدروه باش تشد الوراق مخزن ما كيشدش الوراق. ملي مشيت انا لعندها وداكشي كنعيط لها كنتصل بها جات نهار الجمعه طلبتني قالت لي شوفي حنا غاديين نغسلوا الدراري وغندي الدراري مريضنا ما عندنا باس قلت لها ماشي مشكل قالت لي صافي. المهم ملي مشينا باش نجيبوا الدراري لقيت انا البنت عينيها عليهم تينيسات في الشارع كنغوت من ربي اللي خلقني حتى شي واحد ما بغى يرحمني جا المقدم تناقشت انا وياه كنغوت قال لي غنجيب لك الخطاف باش نديو الضاحيه نديو نديو البنت للسبيطار ونديو المراه اللي بريكاد ديكراري كان ماشي ليا بورطال باش غنديكراري. فاش هي هربات يعني خرجت من الدار؟ لا ما هرباتش بقات في الدار ما هرباتش بقات تما جالسه تما ما هرباتش الدريه كلشي اللحم ديالها كيطيح وعينها مسدودين والناس اللي كيساكنين معاهم في الدار علاش اللي ما عندهمش حق علاش ما يبلغوش انهم حتى هادوك خصهم يتابعوا اصلا لانهم ساكنين معاه في نفس الدار وواحد الباب اللي كيدخلهم وكيسمعوا الغوت يوميا ولا من يرحم. واش هي كانت هاد صاحبها ديجا قبل ما ترحل لديك الدار كانت معاه؟ العلم لله الله اعلم. فراسكم شنو؟ لا الله اعلم. ولكن البنت من اللي محروقه والجيران معاهم في الدار علاش ما يبلغوش؟ وكنطالب بالنسبه للقانون والوزارات العدل تاخذ المجرى القانون ديالها في ذاك الانسان وحتى ذاك الانسان اللي كاري الناس عندهم ثلاثه الاولاد وما عندهمش وثائق علاش هو تيكري لهم؟ لانه هو المسبب الرئيسي في الدعاره انه هو اللي مساعد هذيك المراه باش تخون راجلها هو اللي مستقر. هذيك الام ديال الطفله شحال وهي مزوجه مع خوك؟ مقدرش انا نقول لك لانني اصلا ما تنعيش معاهم وما عنديش تقريبا غتكون شي 10 سنين تقريبا الله اعلم ما نقدرش انا نقول لك يعني واحد الحاجه ما عرفتش ما غاديش نقولها. هما هذاك الشيء بيناتهم هما تيتحملوا المسائل ديالهم هما فات لهم طلقوا وعاوتاني داروا رجعوا الاوراق ديال الدري راهم في الحاله المدنيه. تطلقوا تقريبا في 2015 امتى رجعوا؟ وداروا الرجوع ما عرفتش. يعني يلاه رجعوا مؤخرا. يلاه رجعوا الوثائق ديالهم باقيين في المحكمه. تطلقوا فين مشات المراه؟ المراه مشات عند امها. كاين كيقول راه مشات مع العشيق ديالها. لا 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 هذاك مع هذيك هي يلاه جات لها قادريه اصلا ماشي من هنا باش غتمشي معاه ولا باش غتعرفوا. يمكن لها عندها اسباب اخرين عارف سابقه لهم الله اعلم. وكاين يعني سمعنا باللي كيقولوا بلي الاخ ديالك يعني مختل عقلي انا شنو تقولي؟ لا الاخ الانسان اللي كيكون مختل عقلي ما كيخدمش ما كيعرفش الفلوس ما كيلبسش حوايجو كيتعدى على الناس. يعني خويا بعقله ماشي خويا مختل عقلي خويا هكاك داير من صغره هو هكاك داير انسان درويش وصافي هذا هو المشكل ديالو والطبيعه ديالو دايره هكاك. شنو بان لك انت يعني كعم طفله في هذه الجريمه؟ يعني جريمه بشعه وكنطلب اقصى العقوبه لهذاك الانسان اللي دار دوك الحوايج وكنطلب من الناس المسؤولين باش يعيدوا النظر في ذاك الملف وكنتمنى ذاك الملف يجي عند شي استاذ يكون كيخاف الله
ويحسب هذيك هاجر كانها بنتو بنت اختو امو عائلتو، لان هذيك الدريه مازال غتنفع الوطن ومازال الوطن غيتسناها. القضيه راه باقا البنت السبيطار، والقضيه راه هو بانه جداه للمحكمه، هذا هو المشكل دابا اللي كاين. الا بقى فيه الحال بزاف، بقى فيه بزاف الحال، المهم ما شعرش ما عرفش اش كندير. بغيت نضرب ما جاتش جاتني حشومه بين كاين بين الى المخزن، ما واش ندير الشرع عليا ديال. حاول تهضر بالجهد. ما واش ندير انا الشرع عليا ديال بين كاين المخزن كاين كل شيء. انا داك الشيء هاجمني هي، خليتني نسير من الدار، خليتها في الدار، جيت انا كنت عندها بالاثنين. جيت انا ضربت قلت لها نرجع عندي نهار الاثنين، قلت خليتها نهار الثلاث. جيت نهار الثلاث ما لقيتهاش، لقيتها تحولت هي وياه. واش انت شحال هي ومع داك السيد؟ دابا تقريبا دابا شي المهم تقريبا دابا 21 يوم باليوم. قلت لك شحال وهي 18 يوم. هي عندها علاقه مع داك السيد فراسك بلي كتخونك؟ ما فراسيش. يعني كتمشي تخرج للخدمه انت؟ ايه كنخرج من الخدمه، المهم فاش انا كنقلب كيقول لي واحد خينا راه دار كيخرج كيديها واحد من الموتور. وجاي دابا دابا تقريبا المهم هذيك 12 يوم باش كتخرج هي وياه. ولا جيت كيما كنقول لها دير هذا على راجل اخر، جيت كنقلب عليهم، مشيت عند السيده كيقولوا لي المراكشيه. فين جيت لعين القليان حدا السبيطار، عطاتني اسم ديالو الكنيه ديالو، قالت لي هذا كيخدم في ارغانا. سلامة تكون السيده تما العسل. ايه سير. هي هذيك مشيت كنقلب، قلت لها واحد السيد واحد مول كارو قال لي فلان اش كتخلي لقيتي هذوك الناس؟ قلت لها مازال ما لقيت حتى واحد. قال لي سير كاين جيت الدرب جديد حي السعاده. مشيتي لقيتي مراتك؟ لقيتهم، ضربني السيد جا كيضرب فيا بواحد القطيب. سمعت حضرت راه خرجت تبعني ثاني بالموتور كيضرب فيا بالحجر، رجعت ثاني حيت الجاكيت ديالو تبعني كيضرب فيا بالموس. العاشق ديال مرتك؟ العاشق ديالها. هي كنقول لها انا جيت عندها قلت لها يلاه معايا ما كاين وقع حتى حاجه، ما بغاش، قالت لي انا ما بقاش بغيتك، بغيته هو. هذا الشيء قالت عليك مراتك؟ ايه. خرج لي المصرف ديال خليتنا 26000، المهم داك الشيء ديال المهم الدقيق ديال الصير ديال الدقيق ديالها والسكر وزيتها. المهم غادي تقضى الشهر ولا ما يزيد عليها. جيت انا ما لقيتها هي كتهز من الدار وكتبيع برا. كتمشي كتدي ليه هو؟ ايه كدي ليه هي، وخرجت كيما هكا وشافوها الناس في الحد ديال الباطوار، هنا حاطه الدراري قدامه وحاطه الدري الصغير بحجرها وكتطلب بهم. كتطلب بولادك؟ ايه كتطلب بهم، وداك الشيء اللي صورته هي كيدي ليه هو. فاش كان هضر معنا ما كتبغينيش، وكيهضر معاها كيعاودوا لي الناس بان هي كتخاف منه. اش كيدير هذا السيد؟ اشنو؟ هي حرفت حساس في البارك ديال ارغانا حدا الجامع. يعني شحال وانت مده مزوج بها؟ تقريبا دابا شي 18 عام و 16 عام. يعني ما عمرها كانت ما عمرني شت عليها والو الصراحه. كتقول لي انا العيات نزك بالشفار عيني ونزك بكتاب وبسنيه تتموت، اما تدفني انا وانا كنقول لها بنت الناس النهار اللي تبان فيا الغفله ولا شي حاجه غدير الغدا قلت لها غادي تلوحيني. قلت لها الغدا راك غادي تلوحيني، ما غاديش تعقلي عليا، غادي تعقلي عليا بالطمع. كتشد مني انا الفلوس وكتعطيها لوالديا وكتعطيها لماما، كتلقى حتى باش نشري حتى صباط بدرهم ولا 100 درهم من الجوطيه، ما كنلقى باش نشري حتى حاجه، حتى فلوس ديال الحمام ما كنلقاهاش عندي، كنلقاها كاك من السوق كاين عليا حوايج لبرا. وانا دابا كنطلب من هذا الشيء كل شيء الى وقفوا معايا وعطوني حقوق ديال ولادي وحقوق ديال راسي. الله يرحم ليكم الوالدين وشكرا. يعني شنو السبب تخلاتك يعني تخلات؟ الله 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 اعلم. خليت لها 26000 ريال، خليت لها 3 دخلات شي ديال الدقيق، الجبات ديال الزيت، خليت الخضيره ديالها، العطريه ديال شي ديال المهم الحاجه ديال الخاصه بالحانوت ما عندها ما دير فيها. وفين مشيتي انت؟ انا مشيت كندبر على راسي، مشيت نخدم على راسي. وخليتيها درتي فيها الثقه؟ درت فيها الثقه، داير فيها كونفيونس، داير فيها مي، داير فيها با، داير فيها خويا، داير فيها كل شيء. ولكن في الاخر غدرت بيا. فاش حسيتي ديك اللحظة ما توقيتي مع واحد؟ أنا تصدمت، تصدمت بزاف. واش بان لك يعني بنت كيفاش وصلت ديك؟ أنا باش بنتي محروقة، قال لي راه محروقة، شي كيقول لي راه محروقة، شي كيقول لي راه مضروبة، شي كيقول لي راه متصبة، كل واحد اش كيقول لي. فاش جيت لقيت بنتي محروقة وكيقول لي راه كاينة بالخاطر، ما عقلتش على راسي، بغيت نطحر. ما مشيت عند السيتيري عند القاضي المحكمة كيقول لي ما غاديش تدخل، كلي لما تخش ندبر على القلب غادي نطاحر. السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا بمستشفى الحسن الثاني على اثر الجريمه
الجريمة الشنيعة اللي وقعت البنيتة اللي عندها عامين من عاشق ديال الأم ديال الأم ديالها. يعني واحد الأم اللي خصها تحمي الأطفال ديالها يعني كتشوفهم كيتعنفوا الأمام ديالها وهي سكتة. يعني حنا غادي نحللو ونشوفو هاد الأسباب ديال 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 ديال, ديال هاد الأمومة اللي خصها تكون سيدة وازنة وسيدة عاقلة وسيدة محتضنة الأطفال ديالها. أولا هاد الأمهات مثل هاد الشكل هما ما عندهمش واحد الحس وواحد الغيرة على الأطفال ديالهم. إما كتكون لهم هما تمارس عليهم شي عنف مثلا من الطفولة ديالهم ولا كبروا شي وسط اجتماعي ماشي هو هذاك، يعني ماشي صحيح. يعني ملي الام كتشوف بنتها كيهزها واحد ما عنده لا اصل ولا فصل ولا اخلاق وكيدير موس بالعافيه تيحمر ويبدا يديروا في ديك البنت في الجهاز التناسلي ديالها، يعني هادشي ما كيتقبلوش العقل، ما كيتقبلوش العقل. والام كتشوفه ساكته، يعني اش انا اللي كنصغر فيه؟ فين 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 هما هاد الناس؟ فين هما هاد الجيران اللي كيشوفوا ديك البنيه بحال هكاك وما يبلغوش؟ ما كاينش تبليغ. فين هي السلطات المحليه؟ السلطات المحليه كتشوف غير يا جورات زادت كتشوف ما تشوفش بنيتها كتعنف، تعنفت وخرجت مثلا امام الباب كتسميتو كتلعب، ولا عاشق كيدخل واحد الدار جالس مع العاشقه ديالو بواحد المنكر اللي ماشي هو هذاك. ما بكل صراحه هادشي كنستنكروه اليوم. يعني الطفوله ديالنا راه غاديه في الهاويه وغاديه في خطر. يعني كنتمنى يكون تأهيل ديال الأزواج ويكون تكوين ديال الأزواج قبل ما يتزوجوا، يكون ليهم واحد التكوين. إلا ما كانوش هاد الناس وازنين عقليا وماديا ما نزوجوهمش. راه ما بقاش تزوجوا ولد، هما حنا دابا أربعة ديال الأطفال خاصهم اللي يربي، خاصهم اللي يتكفل، خاصهم إيواء، خاصهم دعم مادي، دعم نفسي. لمن غنحملوا المسؤولية؟ فهاد اليوم لمن غنحملوا المسؤوليه؟ راه هاد الشيء يدمي القلب. يعني انا من اليوم ومن هاد المنبر كنقول للمسؤولين يردوا البال في هاد مثل هاد الاشياء وهاد النقاط اللي هي كتكون بسيطه وكترجع جرائم مفقومه. يعني حتى الهجره، مثلا من الباديه للمدينه الواحد يردوا لها البال. راه ولا كيحدث الاكثريه ديال الناس هاجروا، ديال الناس هاجروا من المدينه من الباديه للمدينه كتلقى ما عندهم عقود زواج، كتلقى والدين الاطفال غير هكا، كتلقى الاغتصاب، كتلقى زنا المحارم، كتلقى العنف. يعني بكل صراحه اليوم كنوقعوا بين يدينا هذا الملف وكنطلبوا من المسؤولين يديروا واحد النظره وكذلك وتشديد الاحكام في مثل هذه الملفات. وشكرا.